بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم في برنامج مع الريان في الموسم الثالث. نرحب بكل المشاهدين، نهنئكم بقدوم الشهر، نسأل الله سبحانه وتعالى العلي القدير أن يرفع الغمة عن الأمة الإسلامية وأن يجبر قلوب أهالي الشهداء وأن يرحم ويتقبل جميع الشهداء ويفرج كرب الأسرى. أرحب بداية بزملائي الدائمين في البرنامج، الشيخ حامد درغم، أهلا وسهلا. الشيخ معتز، أهلا وسهلا. ويسرنا أن نتكلم في هذه الحلقة عن موضوع شائك وموضوع مهم جدا للجميع، ونحن طبعا نعايشه والواقع يحاكيه ونمر به يوميا، ألا وهو البلاء الطويل أو طول البلاء. قضية البلاء والابتلاء تكلمنا عنها في حلقات كثيرة، لكن اليوم الكلام سيكون مميز لأنه يتكلم عن بلاء طويل، يعني طال الوقت في البلاء. فقد يكون البلاء أحيانا قصير، يعني مدة وينصرف، وقد يكون يعني مرهون بساعات أو بأيام أو بأشهر أو ببعض السنوات، ولكن حينما يطول البلاء يصبح الإنسان يعني في صراع بينه وبين الأفكار التي قد تخطر على باله. لماذا أنا؟ لماذا كل هذه الأمور؟ أين رحمة الله والعياذ بالله؟ ممكن يتساءل أين الله عن كل ما يحصل. بصراحة تساؤلات كثير تخطر على باله، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم عن هذا الموضوع بقوله إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. ومن خلال هذا الحديث نأخذ معلومة مهمة، ألا وهي إياك أن تعادي الابتلاء، إياك ثم إياك أن تعادي الابتلاء، لسبب بسيط، لأن هذا الابتلاء عبارة عن رسالة حب، عبارة عن رسالة مودة بينك وبين الله، فالله يعبر لك عن حبك، وإن كنت أحيانا لا تقرأ الرسالة بشكل صحيح، لكن إن شاء الله في هذه الحلقة سوف نعطي بعض النقاط التي من شأنها أن تجعل المشاهد يقرأ رسالة الابتلاء الطويل ويصبح لديه منظومة فكرية متوازنة في هذا الموضوع. لكن أبدأها بكلمة أنه إياك وأن تعادي هذا الابتلاء. شيخ حامد، ابتلاء مشوار طويل نخوضه شبه يومي، لكن ما يميز هذه الحلقة عن غيرها أنه الابتلاء طول، يعني قعد فترة طويلة، يعني الناس ناجت وعبدت ودعت وصبرت، لكن اللي يبدو انه احنا بحاجه كمان لمراحل صحيح نتكلم فيها متطوره. صحيح. في البدايه عم برحب فيك اختي بشائر العويف، اخي الشيخ معتز ابو سنينه، ثم بالاخوه الذين يشاهدون مع الريان الموسم الثالث. في البدايه حقيقه دائما نتوج الحلقات اختي بشائر اخي معتز بالترحم على من هم اكرم منا جميعا، على ارواح الشهداء، وندعو الله سبحانه وتعالى ان يفك كيد اسرانا ومصرى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ان يشفي جرحانا. وهذا اصلا الترحم والدعاء بفك الاسرى والمصرى هو من ضمن مضامين هذا العنوان، وهو من صلب هذه الحلقه. الابتلاء في البداية أخت أم يوسف، خلينا هيك نأصل فيه في مسألة، لأنه في ناس يعني أحيانا بقول لك الابتلاء هو البلاء أو البلاء هو إيش الفرق بينهم. يعني بعض أهل العلم قالوا البلاء والابتلاء هو نفسه واحد طبعا، ومنهم من قال شيخ معتز الابتلاء والبلاء ينظر المرء إلى نفسه، إذا كان هذا الرجل على طاعة وعلى صلاح فإنه يكون هذا ابتلاء ليرفع الله سبحانه وتعالى له مقامه في الدرجات طبعا. قال وإذا كان هذا الرجل عاكف على الذنوب وعلى المعاصي ومن أهل المعاصي عاذنا الله من هذا المقام، قال فإن الذي يصيبه هو البلاء، لأن البلاء يصيبه ويكون هذا شقاوة على العبد من إيش، من صنع مما صنعت يداه. الآن رسالتك أم يوسف جميل، إنه مهما كان هذا البلاء والابتلاء الذي ينزل على العبد، الأصل فينا ألا نعارضه طبعا، والأصل فينا نحمله على محمل الرضا طبعا. ليش؟ خلينا شيخ معتز نتفق تأصيلا شرعيا، أكثر الناس ابتلاء من؟ الأنبياء. الأنبياء. إذن هل الابتلاء ينزل فقط بأصحاب الذنوب والمعاصي وكذا؟ لا. بما أن الأنبياء هم أكثر الناس بلاء، إذن هنا علينا أن ننظر بطريقة إيجابية للموضوع يا أم يوسف طبعا. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يريد أن يبين لنا مقام البلاء والابتلاء فيقول لا يزال البلاء بالمؤمن، في الحديث قال في نفسه وولده وماله،
يبتلى بصحته بعافيته بابنه بماله بتجارته. قال حتى يلقى الله، شوف لا يزال انه في ايش استمراريه في طول معناته، بس اهم شيء انه نرضى ونعرف انه هذا خير. قال لا يزال البلاء في هذا المؤمن في ماله وولده ونفسه حتى يلقى الله وليس عليه خطيئه. اذا تنظيف كامل بالزبط. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم شان يوضح لنا هذا المقام انه لا يزال البلاء في المؤمن في ماله ونفسه وولده، قال عجبا الامر مش غريب طبعا، شو هذا يبتلى بكل خير سبحان الله. قال عجبا لامر المؤمن، يعني في شؤون حياته إيه ان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والله يبتلى في مال في مرض في كذا، في ناس كثير شيخ معتز بيغسلوا كلى يوم بعد يوم، في ناس بأخذوا قاعدين أعاذنا الله والأخوة الذين يشاهدون من هذه الأمراض والأسقام، ونسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء للمرضى. الإنسان يكون في غسيل الكلى ويقول لك الحمد لله يا سلام، ترى هذا التذوق ما بشعره غير المسلم يا أم يوسف، دير بالك. في ناس لما يصلوا هذا المقام ييأس ويقنط، ومنهم من يطلب سامحيني فيك في عند البعض يطلب بالرحمة بالموت. مصداقا لكلامك شيخ حامد ذكرتني في شغلة لما ضربت الأمثلة عن حاكم صيني وصل لمنطقة لقي أهلها كتير بيشكوا من الابتلاءات، فكل واحد قال له أنا ابتلائي وابتلائي أعظم منه وابتلائي وابتلائي وابتلائي، فقال لهم شو رأيكم بكرة نجيب صندوق نحط فيه ابتلاءاتكم كلكم نحطهم وكل واحد يسحب بلكي يطلع له ابتلاء غير ابتلائه. ففعلا الجماعة كل واحد كتب ابتلاءه ودبه في الصندوق بدون اسم. أجوا تاني يوم عشان يسحب كل واحد ابتلاء يعني يعيشه غير ابتلاء صاحبه، فكل واحد مسك ابتلاء لا 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 أنا بدي أدور على الورقة اللي فيها ابتلائي، أنا ما بدي هذا، أنا ما بقدر على هذا الابتلاء. فهذا الكلام صدقوا العلماء لما قالوا الابتلاء يأتي على مقاسك، يعني فيش ابتلاء أكثر من طاقتك، لا يكلف الله الابتلاء على مقاسك. يعني أنا الابتلاء مش قصة على مقاسي، قصة الكلمة اللي أنت حكيتها شيخ حامد إنه اللي بيغسل كلى هو بالنسبة إله رضيان، والابتلاء جاي على مقاسه. يمكن أنا أو أنت لا سمح الله لو عملنا هيك ما نقدر، بس ابتلاءنا إحنا في باب تاني قادرين عليه. فالابتلاء بالمرض بيكون على مقاسه، والابتلاء بالفقر بيكون على مقاسه، والابتلاء بالفقد بيكون برضه ممكن أنت تقول أنا بتخيل ايش احنا اليوم بنقول، احنا بنتخيل لو صار فينا هيك رح نتدمر. والله احنا بنتخيل لو احنا بدنا ندفن اقاربنا قدام عيننا، فهو كل ابتلاء انسان على مقاسه. ولكن راينا ناس مو في فلسطين يدفن ابنه وزوجته واولاده واقاربه بيت كامل وهو يقول الحمد لله رب العالمين. علشان هيك سبحان الله الابتلاء جاء بيجي على مقاس الانسان، يعني على قدر، في مواصفات معينه لكل واحد بيقدر على بلاء. فانا بقدرش على بلائك وانت بتقدرش على بلائي، هي سبحان الله هيك هي التقسيم. العلماء كمان تكلموا شيخ معتز في موضوع الابتلاء وقال الابتلاء منطقي جدا. الابتلاء منطقي لانه ربنا لشغلتين، اول شغله ربنا في القران قالنا من 1400 سنه ونبلونكم، الله، هاي اول نقطه. والنقطه الثانيه وربنا اخبرنا قالنا انا ناوي اعطيكم ابتلاءات من زمان قالنا. والشغله الثانيه في هذا الابتلاء انه منطقي انه الحياه امتحان. والامتحان من شانه دائما الشده والضغط والتوتر، ومش رح نرتاح إلنا وين؟ عند سؤال الإمام أحمد بطل راحة. قال عند أول قدم بالجنة. في الجنة. أي والله. شيخ معتز أكيد إنه رب العالمين بيسمع مناجاتنا، وكل واحد فينا قاعد اليوم مهموم وعنده هم شكل عن التاني وعنده ابتلاء غير عن التاني، لكن كلياتنا بجمعنا إشي واحد إنه المستمع إلنا واحد، ربنا بيسمعنا وإحنا بنناجيه، بيعرف خلجاتنا، بيعرف ما بدور في قلوبنا. تسمعني رباه تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي، تركت العبيد ما أنت تريد أريد، لو ترضى عني جود مني ما لذاك مزيد، إلزم حبل الله من يستمسك يعصمه الله، من يطلب مولاه لا يأنس لا يرضى بسواه، قريب قريب والشارد عنه غريب، ناداك حبيبي أدن عبدي
من سواي قريب. تسمعني رباه تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي. تركت العبيد ما أنت تريد أريد، لو ترضى عني جود مني ما لذاك مزيد. طيب الله الأنفاس شيخ معتز. أختي بشائر سبحان الله، يعني هذا الموسم خاصة مع الريان ونحن في شهر رمضان المبارك يلامس القلوب. ليش؟ لأننا بنعيش الحدث، عايشين الحدث ونحن في الابتلاء والبلاء. عندما أنظر إلى تلك الأم الثكلى وإلى ذلك الوالد الذي فقد أبنائه الشيخ معتز، حقيقة أستحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تأملي ما أجمل وما أروع هذا الحديث. هل تتخيل شيخ معتز أن يأتي زمان على الإنسان يتمنى أنه يبتلى ويمرض ولو قطع هذا الجسد تقطيعا؟ قال صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال يود أهل العافية يوم القيامة شيخ معتز طبعا لما يروا ما أعد الله لأهل البلاء والابتلاء الذين صبروا في حياتهم. هذه الأم شيخ معتز والله لا يذهب هذه ولا تذهب هذه الدمعات سدى، وذلك الأب أخت أم يوسف الحزن والهم والغم طبعا اللي أصابه لا يذهب سدى. قال يود أهل العافية الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى عافهم في دنياهم لم يبتلهم كثيرا، لما يروا الأجور عندما تقسم على أهل الابتلاء يوم القيامة، روح أنت في الجنان في الدرجات العليا، يود هؤلاء لو أن أجسادهم في الحديث قرضت، في حديث قطعت بالمقاريض في الدنيا، لما رأوا من أجر لأهل البلاء والابتلاء الذين كانوا في هذه. أبو داود في الحديث يقول إن الله سبحانه وتعالى، عشان نعرف إنه الإنسان المريض أم يوسف، الإنسان المبتلى، الإنسان الفقد عزيز، الإنسان اللي انهدم بيته فوق رؤوس أبنائه وأهله، نقول له أن إن الله سبحانه وتعالى إذا كتب للعبد درجة في الجنة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا الدرجات العلى نحن والأخوة الذين يشاهدون، إذا كتب الله أختي أم يوسف للعبد الدرجات العلى ولم يبلغها بعمله، يعني واحد ربنا قال له أنت فوق بس في عمله قصر، قال لا يزال يبتليه في الحديث في ماله وولده وأهله ونفسه حتى يبلغ ما أحب الله له أن يكون. عشان هيك رسالتنا للمبتلى للمريض للإنسان الذي أصابه ما أصابه من هم وغم، نقول له إن هذا الابتلاء كله خير بإذن الله تعالى. سبحان الله، العلماء لما تكلموا عن موضوع البلاء الطويل كان لهم كلام عجيب. من ضمن الكلام قالوا إنه في هناك آداب للبلاء الطويل بتختلف عن الابتلاء القصير. من آدابه أن يكتم، الله ما ضلش واحد يحكي فيه، يا ما ضل الواحد يقول والله أنا عندي ولد معاق، والله أنا بجري على مثلا أنا مثلا زوجي هاجرني، أنا كذا، أنا ما ضلش يعيد، لأنه التعبير كتير بفقد الإنسان الأجر. اكتمه، خليه بينك وبين ربنا. اثنين، عدم استعماله لاستعطاف الآخرين. الله، في كتير ناس للأسف بيعملوها هاي الشغلة، يستغل صحيح، بيكون عنده ولد ممكن تلاقيه مش حد عليه، وبكون عنده مريض بتلاقيه بيلف يعني بياخذ هذا المريض مصدر للكسب للأسف، لأنه بيستعطف الناس. ما تستعطف الناس في البلاء اللي عندك. ثلاثة، من آدابه كمان إنك تحذر الشيطان ووساوسه، لأنه معروف إن الشيطان له أبواب كبيرة في البلاء الطويل. أعتقد شيخ معتز إنما ذلكم الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ما شاء الله. طيب الله الأنفاس. طيب الله أنفاسك. باقي الآداب أيضاً اللي تكلم عنها العلماء في موضوع عدم الاستعطاف، موضوع الكتمان، وموضوع الحذر من الشيطان، أن لا يغفل المؤمن عن الكسرة أو العسرة. في عسرة تصيب القلب، كنا الفترة هاي بنشعر العسرة، لأن الابتلاء يعني عام.
فالعصرة هاي اللي بتصيب الإنسان والإمتعاض من الداخل، ما تحزن لما تجيك، ما تقول صدري مقبوض وأنا تعبان. هاي العصرة كيف إحنا لما نجيب البردقانة أو الليمونة وبدنا نعصرها ونطلع خيرها ونطلع أزكى ما فيها لما نعصرها. كذلك المرء لما رب العالمين يبتلي ما بيكون غضبان، ولا بيكون ربنا بده يعاقبه، ولا بده ينتقم منه، بيكون بده يطلع أفضل ما عنده. لأنه بصراحة شيخ حامد إحنا في الابتلاء بنشعر إنه عنا طاقات وقدرات ما كنا نعرفها زمان. وهذه أم يوسف الطاقات إن صح التعبير، الإبداعات في باب الصبر والرضا، لا تكون إلا إذا فهمنا حقيقة ما معنى الابتلاء والبلاء وثماره وآثاره الذي يترتب عليها. طبعا. عشان هيك النبي صلى الله عليه وسلم شيخ معتز قال ما أصاب المسلم، هذه رسالة لكل إنسان مبتلع. كيف الإنسان دي يتصبر؟ طبعاً. لما يتأمل ويواسي نفسه بما عد الله للصابرين لأهل البلاء. طبعاً. قال ما أصاب المسلم من هم، يا سلام الهم أم يوسف، إنسان مرات من هم طبعاً تفكير هم. يعرف أنه أجر. ما أصاب المسلم من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا أذى. حتى النبي صلى الله عليه وسلم شيخ معتز كان يقول برضو ديروا بالكم ما تفهموش إنه الهم والغم فقط لمن مات له عزيز أو لمن فقد تجارة في الملايين، لا، بدي أقول لك ربنا سبحانه وتعالى أجل وأدق وأحن فيكم على مستوى. قال ولا أصابه أذى حتى الشوكة، النغزة الصغيرة ربنا سبحانه وتعالى مقدر مشاعرك فيها وبده يحط لك إياها، حتى الشوكة يشاكها فيكثر الله سبحانه وتعالى بها خطاياه. إذن الابتلاء كله يا شيخ معتز مهما صغر أو كبر كله خير في خير بإذن الله تعالى. بس هيك حاب والله من سيدنا الشيخ معتز حتى نفهم إنه البلاء والابتلاء شيخ معتز مش فقط للإنسان اللي بموت له عزيز أو بموت له قريب أو لا، هنالك أصناف من أنواع الابتلاءات، منها الخوف، منها الجوع، منها نقص الأموال في التجارة، منها الأنفس. ولا نبلونكم يا شيخ معتز. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ما شاء الله العظيم. طيب الله الأنفاس. شيخ حمد، في شيخ معتز دورة بيعطيها عالم من علماء النفس اللي بيقرنوا علم النفس بالشريعة. جميل. اسمه أحمد الأعور، اسمه هذا بلاك هول. نعم. بيعلم الإنسان كيف يخوض الابتلاء وينجح فيه ويفهمه. يا سلام. وبيعطيه مهارات وإدارات، طبعاً هي كلها مقرونة. نعم. بالدين وبآيات قرآنية وحديث، ولكن سبحان الله هذه الأمور إحنا يعني نغفل عنها. نعم. يعني مثلا إحنا لو قرأنا وفي ذلكم بلاء من ربكم. نعم. عظيم عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. بلاء من ربكم. الله الرب هو المربي. يا سلام. وحاشا للمربي أنه يريد الضرر بالتلميذ. فالله سبحانه وتعالى يربينا في هذا البلاء. هو البلاء جاء تربية أصلا. صح. جاء إصلاح. والله ما امتلأت المساجد بالمصلين إلا من وراء قصص الابتلاء. جميل. ما طالت سجداتنا. نعم. وما أتقننا مهارات الدعاء. نعم. والتقرب إلا من وراء الابتلاء. ودليل ذلك أم يوسف أنه أكثر ناس كان الله سبحانه وتعالى المربي يربيهم ويزكيهم ويرفعهم
عن كل النواقص والشوائب التي تصيب القلوب الأنبياء. طبعا أكبر مثال سيدنا إبراهيم، ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن يبتليه ويرتب أوراقه ويزكي نفسه ابتلاه بإسماعيل. يعقوب عليه السلام ابتلاه بفراق فلذة كبده. يوسف، يوسف عليه السلام ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالسجن. إذن دلالة أن هذا الابتلاء، إن الله اللي تفضلت في بداية الحلقة، إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. ليس معنى الابتلاء البغض، ولا يعني العطاء هو الرضا حتى وإن طال. نعم، وحتى وإن طال. ولكن في نهاية هذه الحلقة حقيقة نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع البلاء والابتلاء عنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا رمضان أزمنة عديدة ونحن بصحة وعافية، وأن يحقق الله سبحانه وتعالى لنا أمانينا وأمنياتنا. وننتقل الآن إلى أخونا الشيخ نور أبو داود ليسمعنا كلام الحق سبحانه وتعالى في باب البلاء والابتلاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم. يا إني ببابك قد بسطت يدي من لي ألوذ به إياك يا سندي مولاي.